الرئيس السيسي وجه بإيلاء الأولوية لمنظومة الكهرباء في شمال سيناء لتنفيذ مشروعات التنمية. وزير الدفاع يزور قيادة القوات البحرية ويدشم مدمرة جديدة صنعت بترسانة الإسكندرية. مدبولي يوجه بسرعة الانتهاء من خطة التعايش مع كورونا وتتضمن عقوبات لغير الملتزمين. الخامسة مساء، الثالثة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة. أهلا بكم، والبداية مع نهى درويش. أهلا بك نهى. أهلا بك إيمان. أهلا بكم. وفي البداية نرجو من جميع المصريين أخذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا. احمي أهلك، احمي بلدك. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإيلاء الأولوية لمنظومة الكهرباء في شمال سيناء في ضوء ما يمثله قطاع الكهرباء من مكون أساسي لتنفيذ مشروعات التنمية. وخلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير الكهرباء، وجه الرئيس السيسي كذلك بتطبيق برنامج القراءات الموحد لاستخدامات التيار الكهربائية لتحقيق جدارة التحصيل لصالح الكفاءة المالية لوزارة الكهرباء. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن الاجتماع تناول متابعة المشروعات الاستراتيجية التابعة لوزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية، حيث اطلع الرئيس على تطورات البنية التحتية الكهربائية بالعاصمة الإدارية والموقف التنفيذي لمد خطوط الكهرباء وأنفاق كابلات الضغط فائقة الجهد الكهربائية. تفقد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي قيادة القوات البحرية برأس التين. خلال الزيارة تفقد وزير الدفاع الغواصة المنضمة حديثاً S-43 للقوات البحرية، كما حضر مراسم تدشين الفرقة الشبحية الأقصر طراز جويند بترسانة الإسكندرية. في نهاية المراسم قام القائد العام للقوات المسلحة بتفقد أولى تجارب الإبحار للفرقاطة بورسعيد بطاقمها المصري. وكذا تفقد الوحدات البحرية المصنعة في القوات البحرية. ونقل وزير الدفاع تقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي للقائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال القوات البحرية لما يبذلوه من جهود الحماية لمياه الإقليمية والثروات الاقتصادية المصرية. وجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بسرعة الانتهاء من إعداد خطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد في شكلها النهائي، تمهيدا للإعلان عنها قريبا، ومشددا على ضرورة أن تتضمن عقوبات لغير الملتزمين بها. وخلال اجتماع عقده مدبولي لمتابعة موقف توافر المستلزمات الطبية والجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، أكد مدبولي أن المواصفات المعتمدة للكمامات المستدامة سيتم تعميمها على المصانع المتخصصة لبدء تصنيعها بحيث تكون متوافرة ومتاحة لجميع المواطنين. من ناحيته قال وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد العصار إنه يجري العمل حاليا على تكثيف إنتاج المصانع الحربية من الكمامات، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يبلغ الإنتاج منها بنهاية هذا الشهر نحو 4.5 مليون كمامة يوميا. واستعرضت وزيرة الصحة خلال الاجتماع خطة الدولة لتقديم الخدمات الصحية الأساسية أثناء مواجهة أزمة فيروس كورونا. تابع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تطورات حالة الطبيب محمود سامي فتحي الذي كان يعمل بأحد مستشفيات العزل وأصيب بارتفاع شديد بضغط الدم ولديه مشكلة حاليا في عدم القدرة على الرؤية. وأوضح المستشار الطبي لرئيس الوزراء أن اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء أوصت بتوجيه الحالة للمركز الطبي العالمي على نفقة الدولة.
كما أكد رئيس الوزراء اهتمام الحكومة بدور قطاع البنية التحتية الذي أسهم بدور فعال أثناء أزمة فيروس كورونا. وخلال اجتماع لمناقشة الاستثمارات المطلوبة لقطاع البنية الأساسية المعلوماتية بحضور وزيري المالية والاتصالات، شدد رئيس الوزراء على أن تحديث البنية التحتية يشمل جميع المحافظات وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في خطة تعميم جميع الخدمات الحكومية المميكنة على المواطنين. استقبل مطار مرسى علم الدولي رحلة طيران قادمة من العاصمة الأمريكية واشنطن وعلى متنها 226 راكبا من المصريين العالقين، وذلك ضمن خطة الحكومة لإعادة المصريين العالقين بالخارج. وأكد دكتور إسماعيل خلف مدير الحجر الصحي بالبحر الأحمر أن فرقا من الحجر الصحي والطب الوقائي بمطار مرسى علم كانت في انتظار المصريين لإجراء الكشف الطبي وسحب عينات منهم وإرسالها إلى المعامل المركزية للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد ضمن خطة الوقاية من الفيروس والحفاظ على سلامة المواطنين العائدين. استقبل مطار مرسى علم الدولي رحلة طيران قادمة من العاصمة السودانية الخرطوم وعلى متنها 143 راكبا من المصريين العالقين في الخرطوم. كانت فرق الحجر الصحي والطب الوقائي بمطار مرسى علم في انتظار العائدين فور وصولهم لإجراء الكشف الطبي وسحب عينات منهم وإرسالها إلى المعامل المركزية للتأكد من خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا. في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أزمة فيروس كورونا العالمية والحد من تداعياته، قامت الحكومة بتبني خطة لإعادة أبنائها العالقين في الخارج لوطنهم مرة أخرى مع توفير كافة سبل الإعاشة والرعاية الصحية لهم طوال فترة العزل الصحي. واصلت وزارة الداخلية عمليات تعقيم وتطهير كافة المنشآت الشرطية، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الوزارة لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا ومن أجل حماية الصحة وسلامة العاملين بها والمترددين عليها. واصلت وزارة الداخلية عمليات التعقيم والتطهير الوقائي لكافة المنشآت الشرطية على مستوى الجمهورية وفقا للبرنامج الزمني المعد لذلك للوقاية من فيروس كورونا، وهو ما يأتي تماشيا مع الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة لحماية صحة وسلامة المواطنين. تعقيم وتطهير يتم بصفة دورية يشمل كافة مرافق المنشآت الشرطية من خلال أطقم الطب الوقائي بقطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية والمجهزة بأحدث المعدات المستخدمة لهذا الغرض مع اتخاذها لكافة الإجراءات الوقائية التي من شأنها الحفاظ على صحتهم وسلامتهم.
أعمال التعقيم والتطهير شملت الأقسام والمراكز والنقاط الشرطية على مستوى الجمهورية بهدف توفير بيئة صحية ملائمة للعاملين بها والمترددين عليها بصفة يومية للحصول على الخدمات الأمنية والجماهيرية، حيث قامت أطقم الطب الوقائي بتطهير وتعقيم أماكن الانتظار والمكاتب المختلفة وأماكن تلقي بلاغات المواطنين. تعقيم يتم على مدار اليوم وبصفة يومية بما يضمن أمن وسلامة الجميع، مع الحرص على ضمان استمرارية تقديم الخدمات الشرطية للمواطنين. تواصلت عمليات التعقيم والتطهير لتشمل السجون على مستوى الجمهورية، والتي تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية بها لضمان صحة وسلامة نزلائها وكذلك العاملين بها، حيث تبدأ عمليات التعقيم من بوابات السجون الخارجية لتمتد إلى الطرقات الداخلية وأماكن الزيارات ومستشفيات السجون وكافة مرافق السجون، وهو ما يأتي في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تفعيل إجراءات الطب الوقائي داخل السجون حماية لصحة وسلامة النزلاء، مع ضمان سير إجراءات التأهيل والإصلاح للنزلاء في ظل ضوابط احترازية محددة للحد من انتشار فيروس كورونا وتداعياته. ما تتخذه وزارة الداخلية من إجراءات وتدابير احترازية داخل كافة منشآتها يتماشى مع استراتيجية الدولة واهتمام القيادة السياسية بإعطاء الأولوية لصحة وسلامة المواطنين وإدارة الدولة لأزمة فيروس كورونا. وسوف تواصل الوزارة اتخاذ كافة التدابير الوقائية بكل منشآتها بما يحافظ على سلامة الجميع ويضمن استمرارية كافة الخدمات الشرطية. كرم محافظ بني سويف محمد هاني غنيم عددا من الممرضات بعد تعافيهن من فيروس كورونا المستجد، وخلال الاحتفالية التي أقامها المجلس القومي للمرأة وجه دكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف في تصريحات لأكسترا نيوز وجه الشكر لكل الأطقم الطبية ومؤكدا على وقوفنا جميعا إلى جوارهم. تكريم النهاردة ده مجرد تكريم نموذج للطاقم الطبي كله، فكل واحد في الطاقم الطبي سواء الأطباء سواء التمريض سواء حتى العاملين الإداريين كل دول لهم منا كل التقدير والاحترام، فكان لازم النهاردة يعني نحسسهم ان احنا معاهم وان احنا واقفين في ظهرهم وان احنا مقدرين قوي قوي كل اللي هم بيعملوه لينا ولمصر. تسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة 297,259 شخصا في العالم منذ ظهوره في ديسمبر في الصين، وبحسب حصيلة أعدتها وكالة الأنباء الفرنسية فقد تم تسجيل أكثر من 4,362,090 حالة إصابة في 196 بلدا ومنطقة، وبين هذه الحالات أعلن تعافي 1,514,600 مصاب على الأقل. أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إمكانية قطع كل علاقة مع الصين، وأنه يرفض التحدث مع نظيره الصيني في الوقت الراهن، وأنه لن يعيد التفاوض على الاتفاق التجاري مع الصين. وأضاف ترامب إن تفشي فيروس كورونا أنهى عصر العولمة على حد تعبيره. تأتي تصريحات ترامب عقب يومين من تصريحاته بأنه غير مهتم بإعادة فتح المحادثات بشأن اتفاق تجاري مع الصين قبل أن يرى كيف يتم التنفيذ المرحلة الأولى من جانب بكين. من واشنطن ينضم إلينا عبر الهاتف ماك شرقاوي المحلل السياسي. أستاذ ماك، أهلا بحضرتك معنا على شاشة أكسترا نيوز. السبب الرئيسي في تصريحات دونالد ترامب المعادية تماما للصين وحتى للاتفاق التجاري الذي كان قد يعني تم الاتفاق عليه قبل أزمة كورونا؟ ما في شك الرئيس دونالد ترامب بيصعد الموقف مع الصين، بالتأكيد هو يريد صرف النظر عن إدارة الأزمة
كوفيد 19 وفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية، وتصاعد الأرقام إلى قرابة 1,393,000 حالة مصابة، وعدد الوفيات ارتفع إلى 84,639. وكل التقديرات القريبة أن الرقم ممكن يقفز إلى 147,000 حالة وفاة في الولايات المتحدة الأمريكية بنهاية شهر يوليو القادم. فأعتقد أنه بالتأكيد يعني يرمي اللوم تماما، يلقي اللوم تماما على الصين. وفي مقابلة مع فوكس بيزنس النهارده في الخميس قال أنه لا يرغب في التحدث في الوقت الحالي إلى نظيره الرئيس الصيني الرئيس شي، وقال أنه هو يعني موقف يعني بكين من أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد خيب آماله، وقال أنه هو الرئيس في أخفى معلومات، هذه المعلومات يعني كانت حرية أن تقلل كثيرا عدد الوفيات وعدد الإصابات في الولايات المتحدة الأمريكية، وإدى للصين ميزة أنه يخزنوا المعدات الطبية ومعدات الحماية الطبية في الفترة التي لم يعلنوا عنها ولم يغلقوا حدودهم مع دول العالم، وبيحمل الصين هذا يعني تفشي هذا المرض. واكد الرئيس دونالد ترامب مره ثانيه ان لديه ادله تربط اصل تفشي الفيروس بحادث محتمل في مختلف هذا كله بالفعل تم الاعلان عنه من قبل الولايات المتحده، لكن الى اي درجه بيتفق او بتتفق باقي الاجهزه في او المؤسسات في الولايات المتحده مع هذا التصعيد؟ الكونغرس كيف يرى هذا التصعيد؟ الديمقراطيين كيف يروا هذا التصعيد، خصوصا وانه ترامب قادم على انتخابات رئاسيه؟ كما صرحت من قبل ان الرئيس دونالد ترامب يحتاج الى عمل ضخم يقوم به قبل الانتخابات في نوفمبر القادم، وقلت ان الرئيس دونالد ترامب يحتاج الى حرب في الفتره القادمه قبل شهر 11 غالبا هتكون في شهر اكتوبر. هذه الحرب يمكن ان تكون في منطقه الخليج في البحر الخليج العربي مع ايران، ممكن ان تكون مع الصين، الله اعلم الرئيس دونالد ترامب ماذا يجهز لهذه الانتخابات. ولكن اعتقد ان يعني الغاء الاتهامات و يعني التصعيد الذي يقوم به الرئيس دونالد ترامب وتصريحه اليوم بانه يمكن ان تكون هناك قطع للعلاقات مع الصين، اعتقد ان الكلام ده اول مره يعني يتلفظ به الرئيس الامريكي دونالد ترامب في الفتره الماضيه. قطع العلاقات ده بالتاكيد يعني امر جدا خطير، واعتقد ايضا انه صرح في اكثر من محفل انه سوف يحمل الرئيس شي والصين فاتوره باهظه الثمن. بعض المصادر في البيت الابيض قالت انها ممكن تصل الى 3 تريليون دولار، ده غير طبعا من الفواتير اللي بعتتها المانيا 135 مليار دولار، وايضا فرنسا انتقدت تماما الرئيس شي والصين على اجنتها. اعتقد ايضا ان بدات تتبين بعض خيوط اللعبه من تواطؤ من منظمه الصحه العالميه مع الصين يعني التغطيه على مصر في الصين. هناك الكثير في الفتره الحاليه يتبلور. اشكرك جزيل الشكر استاذ ماك شرقاوي المحلل السياسي من واشنطن، شكرا جزيلا لك. أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل حصيلة إصابات قياسية يومية بلغت 11,385 إصابة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية، وبذلك يرتفع عدد الإصابات المسجلة في البرازيل منذ بدء التفشي إلى نحو 189,000 إصابة، لتصبح سادس أكثر دول العالم تضرراً بالفيروس متجاوزة فرنسا. أوصت منظمة الصحة العالمية الدول التي بدأت اتخاذ إجراءات لتخفيف القيود التي فرضتها لمواجهة انتشار فيروس كورونا، أوصتها بأن تظل في أقصى درجات التنبه والاستعداد، بينما حذر خبراء من أن الفيروس قد لا يختفي أبدا. المزيد في التقرير. في ظل توجه عالمي لتخفيف قيود فيروس كورونا مع الاستمرار في اتخاذ التدابير الملائمة للحد من انتشاره، تدق منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر من موجة ثانية للفيروس إذا لم يكن هناك تضامن عالمي للتوصل إلى لقاح في أسرع وقت وإتاحته للجميع. مدير منظمة الصحة العالمية يودروس أدانوم حث الدول التي بدأت اتخاذ إجراءات لتخفيف قيود الإغلاق بأن تظل في أقصى درجات التنبه والاستعداد للتمكن من احتواء الفيروس حال عودة ظهور الحالات أو زيادتها.
فيروس كورونا هو خنق غير مسبوق للعالم، وبالتالي الوحدة الوطنية والتضامن العالمي بإمكاننا من خلالهما إنقاذ الأرواح والتأكد من وصول الخدمات الصحية مثل لقاحات الأطفال في مجالات السل الرئوي والكوليرا. وخلال اجتماع الصحة في الأسبوع القادم سنناقش مع قادة العالم ليس فقط كيفية هزيمة كوفيد-19 وإنما أيضا كيف يمكن أن نبني أنظمة صحية أقوى في كل مكان. وأكد خبراء في منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا قد لا ينتهي أبدا، ما يعني أن الدول ستحتاج إلى التكيف مع بعض المخاطر والاستمرار في مراقبة حركة الفيروس وإعداد النظم الصحية لاستقبال أي زيادة في الحالات. يبدو أن العالم دخل فعليا في المرحلة الثانية من جائحة فيروس كورونا، حيث انخفضت مستويات الإصابات والوفيات في الكثير من البلدان، وخففت إجراءات الإغلاق القاسية التي تم اتباعها خلال الأشهر الماضية بعد تنامي الخسائر الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن العزلة. لكن المشكلة الأساسية لا تزال موجودة، فالفيروس ما زال طليقا حتى ينخفض معدل انتقاله إلى مستوى يختفي فيه من تلقاء نفسه أو حتى يتوصل العلماء إلى لقاح لعلاجه. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن وباء كورونا يجعل من غير المرجح حضور زعماء العالم وألاف المشاركين لاجتماع الجمعية العامة في سبتمبر المقبل بشكل شخصي. وأضاف غوتيريش أنه ينظر في بدائل مختلفة ممكنة بفضل التقنية الرقمية سيعرضها على الدول الأعضاء. وتوقع العديد من دبلوماسي الأمم المتحدة عقد اجتماع الجمعية العامة عن طريق الفيديو، خاصة أن هذا العام يصادف الذكرى 75 لإنشاء المنظمة الأممية. ذكر رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب أن رئيس شركة سانوفي عملاق الأدوية الفرنسية أعطاه كل التأكيدات المطلوبة بشأن تأمين احتياجات فرنسا من أي لقاح ضد فيروس كورونا المستجد قد تطوره الشركة مستقبلا. وكان الرئيس التنفيذي لشركة الأدوية الفرنسية قال إن جرعات العقار المصنعة في الولايات المتحدة قد تخصص للمرضى الأمريكيين أولا، نظرا لأن واشنطن قدمت دعما ماليا للأبحاث. قالت الحكومة الفرنسية إنها سوف تقدم قروضا وأموالا تقدر بأكثر من 18 مليار يورو لمساعدة قطاع السياحة في ظل أزمة فيروس كورونا. وقال رئيس الوزراء إدوارد فيليب أن القطاع السياحي وافق على إعادة قيمة أي حجوزات جديدة لعطلات الصيف في حال اضطر فيروس كورونا المواطنين لإلغاء خططهم للسفر. وكانت فرنسا قد ألغت رسميا إجراءات إغلاق استمرت شهرين الاثنين الماضي، ولكن العمل مستمر بعدد من القيود خاصة المتعلقة بقطاع السياحة. أعلنت روسيا تسجيل 9974 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة الماضية، في أدنى زيادة يومية منذ 2 مايو. بذلك يرتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في روسيا إلى 252,245 حالة. وقال المركز الروسي لإدارة أزمة كورونا إن 93 شخصا توفوا خلال الليل، وبهذا يصل عدد الوفيات الرسمية إلى 2305 حالات وفاة. أعلنت بريطانيا اعتزامها شراء كمية كافية من اختبار سويسري للأجسام المضادة لفيروس كورونا، ونال موافقة السلطات الصحية الإنجليزية. ويأمل المسؤولون في بريطانيا أن يسهم هذا الاختبار في تخفيف إجراءات العزل المعمول بها منذ نهاية مارس، ويتيح هذا الاختبار كشف وجود أجسام مضادة في الدم وتحديد ما إذا كان شخص قد أصيب سابقا بفيروس كورونا أو غير ذلك. غير أن منظمة الصحة العالمية اعتبرت أن لا دليل على أن الأشخاص الذين يشفون من إصابتهم بالفيروس يصبحون محصنين ضده. قال
مسؤولون في قطاع الصحة ببريطانيا إن عدد الوفيات بكورونا ارتفع بواقع 428 إلى 33,614 حالة، كما أظهر تحديث من المسؤولين أنه تم إجراء أكثر من 126 ألف اختبار للكشف عن المرض الذي يسببه فيروس كورونا بالأمس. أعلنت وزارة الصحة الإسبانية عن تسجيل 217 وفاة جديدة جراء جائحة كورونا خلال 24 ساعة، بذلك ترتفع حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 27,321 حالة وفاة. وأشارت الوزارة إلى اكتشاف 506 إصابات جديدة بالفيروس التاجي خلال اليوم الأخير، ليرتفع إجمالي عدد حالات كورونا التي تم رصدها في البلاد إلى 229,540 حالة. قالت وكالة الأدوية الأوروبية إن من الممكن أن يحصل لقاح لعلاج فيروس كورونا المستجد على الموافقة خلال عام تقريبا. وعبر ماركو كافاليري رئيس إدارة اللقاحات بالوكالة عن تشككه في مزاعم عن أن اللقاح قد يكون جاهزا بحلول سبتمبر، مشيرا إلى أن تطوير اللقاحات يجب أن يبدأ من الصفر. وتدرس وكالة الأدوية الأوروبية 115 دواء أو علاجا مختلفا للفيروس، حيث أشار كافاليري إلى أن بعض هذه العلاجات يمكن الموافقة عليها في أوروبا في وقت مبكر من هذا الصيف، لكنه لم يحدد أيا منها. أعلنت الحكومة اليابانية رفع حالة الطوارئ المفروضة في أنحاء البلاد عن الكثير من مقاطعتها بعد أن انخفض عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا لعدة أيام متتالية، ورفعت حالة الطوارئ في 39 مقاطعة من إجمالي 47 مقاطعة في اليابان قبل الموعد المقرر لذلك في 31 من مايو، في حين ستستمر الطوارئ في مدن كبرى مثل طوكيو وأوساكا. قالت الصين إنها ستكثف الاختبارات والفحص المتعلقين بفيروس كورونا للحيلولة دون تكرار الجائحة التي أودت بحياة أكثر من 4600 شخص في البلاد. وتناقصت أعداد حالات الإصابة بكورونا على أساس يومي بشدة مقارنة بالمعدلات المسجلة خلال ذروة الجائحة في فبراير الماضي، لكن تجددت مخاوف بكين بعد زيادة في الحالات الجديدة في إقليمي جلين وليومينغ في شمال شرقي البلاد. وصفت وزارة الخارجية الصينية اتهام الولايات المتحدة باختراق أبحاث أمريكية بشأن فيروس كورونا بأنه افتراء، وشدد المتحدث باسم الوزارة تشاو ليغان على أنه ينبغي إدانة أي تصرفات من خلال الإنترنت تهدف إلى تقويض جهود مكافحة المرض. قالت وزارة الصحة في سنغافورة إنها سجلت 752 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 26,098 حالة، فيما تم تسجيل 5 وفيات جديدة بإجمالي 21 حالة وفاة. ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الهند إلى 2549 حالة، وذلك وفقا لأحدث إحصائيات وزارة الصحة. وارتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى أكثر من 78 ألف حالة، بينما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 26,235 حالة. وسجلت الهند 3,722 حالة إصابة جديدة بالفيروس، بالإضافة إلى 134 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية، وذلك وفقا لما أعلنته وزارة الصحة في أحدث بيان لها. ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في باكستان إلى 36,546 حالة، وأشارت السلطات الصحية إلى أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس بلغ 779 حالة.
شهدت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في السعودية خلال الساعات الـ 24 الماضية لأول مرة ارتفاعاً بأكثر من 2000 حالة جديدة. وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم تسجيل 2039 إصابة جديدة بالفيروس خلال آخر 24 ساعة، ليبلغ إجمالي عدد حالات كورونا التي تم رصدها في المملكة 46869 حالة. وسجلت الوزارة خلال اليوم الأخير 10 وفيات جديدة جراء الوباء لتصبح حصيلة الضحايا 283 حالة وفاة. أعلنت الكويت تسجيل 947 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح إجمالي عدد الحالات 11975 حالة. وبحسب الصحة الكويتية فقد تم تسجيل 6 حالات وفاة بإجمالي 88 حالة، فيما تم الإعلان عن شفاء 188 حالة. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالفيروس في عموم لبنان إلى 886 حالة. وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 1691 فحصاً للمقيمين داخل لبنان وثماني فحوصات للبنانيين العائدين من الخارج في رحلات الإجلاء الجوية الاستثنائية. أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل وفاة 181 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 189 والإصابات إلى 6593 حالة. وبذلك يسجل المغرب أول حالة وفاة بالفيروس في آخر 4 أيام، فيما تشير الإحصاءات إلى انخفاض معدل الإصابات الجديدة مقارنة بيوم أمس الذي سجل 94 إصابة جديدة. أعلنت وزارة الصحة الإماراتية الكشف عن 698 إصابة جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا. وأشارت وزارة الصحة الإماراتية إلى شفاء 407 حالات، مشيرة إلى أنها تخطط لتوسيع نطاق الفحوصات للكشف عن المصابين بكورونا. شهد العالم اليوم فعاليات مبادرة الصلاة من أجل الإنسانية بمشاركة فضيلة الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وبابا الفاتيكان وعدد من الشخصيات الدينية والسياسية والمجتمعية. أكدت جامعة الدول العربية أن أقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلية على تنفيذ مخططاتها الاحتلالية والاستعماراتية بضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 يمثل جريمة حرب. وأشار بيان للجامعة إلى أن الشعب الفلسطيني لن يكون وحيدا في التصدي لهذا العدوان والاستيلاء المعلن لأرض وطنه. وأوضح البيان أن الانتهاكات الواضحة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي تهدد حل الدولتين. ودعا البيان المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتحمل مسؤوليتها بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. تقرر تأجيل أداء حكومة الوحدة الإسرائيلية الجديدة اليمين الدستورية إلى الأحد. ويتقاسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومنافسه السابق بني جانس السلطة في الحكومة الجديدة. وتأتي هذه الحكومة نتيجة اتفاق بين نتنياهو وجانس الشهر المنصرم على أن تستمر لثلاث سنوات، بحيث يترأس نتنياهو الحكومة لمدة 18 شهرا، ثم يتخلى عن المنصب لجانس الذي سيتولى المنصب للمدة نفسها. بعدها تتوجه البلاد إلى انتخابات جديدة. تفقد رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة مصطفى القاضمي مقر جهاز مكافحة الإرهاب، وأشاد رئيس الوزراء بجهود وتضحية الجهاز وتصديه البطولي للإرهاب وتنظيم داعش الإرهابي والمساهمة بالنصر إلى جانب القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
حذر المبعوث الأممي لليمن مارتن جريفيث من أن التباطؤ الاقتصادي العالمي وفيروس كورونا يهددان بأزمات إضافية في اليمن. وفي إحاطة قدمها إلى مجلس الأمن الدولي، كشف جريفيث عن إحراز تقدم في المفاوضات فيما يخص وقف إطلاق النار، لافتا إلى أنه قدم خريطة طريق مجدية للوصول إلى السلام في اليمن. الوضع العسكري في اليمن، وعلى الرغم من كافة تلك المفاوضات حول تفاصيل وقف إطلاق النار الشامل في كافة البلاد، والوضع العسكري يبقى أمرا مروعا. وفي إحاطتي السابقتين كنت قد دقيت ناقوس الخطر حول تلك المخاطر، ولكن لما أثار أيضا إحباطي وخيبة أملي أنه قد اشتدت عملية القتال التي اشتدت في بعض محافظات اليمن. وفي الحديدة على وجه التحديد، فإن انتهاكات وقف إطلاق النار ما تزال مستمرة، وأنا أشعر بالقلق إزاء عمليات القصف المستمرة للمناطق السكنية في المحافظات الجنوبية. وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات أممية على بلاده بأنها مزاعم حمقاء. واستغرب ظريف من إصرار واشنطن على اعتبار نفسها جزءا من الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 رغم انسحاب الرئيس ترامب منه عام 2018. دعت الولايات المتحدة الأمريكية مجلس الأمن لعقد اجتماع لمناقشة إطلاق إيران قمرا صناعيا في 22 من أبريل الماضي. كما هددت الولايات المتحدة بتفعيل العودة إلى فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران إذا لم يمدد مجلس الأمن التابع للمنظمة الدولية حظر الأسلحة على طهران المقرر انتهاءه في أكتوبر بموجب اتفاق إيران النووي. من جديد تتصاعد اللهجة الأمريكية والاتهامات الموجهة لإيران. التصعيد الأمريكي الجديد تنوع بين الاتهامات والتوعد بفرض عقوبات بسبب ما تعتبره الولايات المتحدة تجاوزات من جانب طهران. واشنطن طالبت مجلس الأمن بعقد اجتماع لمناقشة إطلاق إيران لقمر صناعي عسكري، وذلك بعد محاولة سابقة فاشلة لإيصال القمر الصناعي إلى مداره المحدد حول الأرض. واعتبرت واشنطن أن إطلاق قوات الحرس الثوري الإيرانية للقمر نور واحد والمخصص للأغراض العسكرية في شهر إبريل الماضي اعتبرته خرقا لقرارات مجلس الأمن. كما هددت واشنطن بالعودة إلى فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران إذا لم يمدد مجلس الأمن حظر الأسلحة على طهران المقرر أن ينتهي أجله في أكتوبر. ويحتاج القرار إلى موافقة 9 من أعضاء مجلس الأمن 15 دون استخدام أي من القوى الدائمة العضوية حق النقض الفيتو، إلا أن روسيا أبدت بالفعل معارضتها تمديد حظر الأسلحة على طهران. وحصلت إيران على إعفاء من عقوبات بموجب اتفاق عام 2015 مع الولايات المتحدة وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا الذي يمنع طهران من تطوير أسلحة نووية، وسمح الاتفاق بالعودة إلى العقوبات إذا انتهكته إيران، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحب من الاتفاق في عام 2018 واصفا إياه بأنه أسوأ اتفاق على الإطلاق. أدانت مصر بأشد العبارات الهجوميين الإرهابيين الذين استهدفا مستشفى بالعاصمة كابول وجنازة بولاية نانجهار في شرق أفغانستان، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات ومن بينهم أطفال ونساء. ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية رفض مصر التام لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف وتضامنها مع أفغانستان الصديقة في هذا المصاب الأليم، معربا عن تعازي مصر لحكومة وشعب أفغانستان. هذا وقتل 5 أشخاص عندما انفجرت شاحنة محملة بالمتفجرات قرب محكمة في مدينة جرديز بشرق أفغانستان في هجوم أعلنت حركة طالبان المسؤولية عنه. ويأتي التفجير بعد يومين من مقتل 56 على الأقل في هجمات بمناطق أخرى من البلاد بينهم نساء وأطفال حديثي الولادة في انتكاسة لخطط السلام في البلاد الذي مزقته الحرب.
قال تقرير صحفي ألماني أن الملف الليبي يؤزم موقف تركيا داخل حلف شمال الأطلسي الناتو بسبب دعم أنقرة للميليشيات الإرهابية. وأشار تقرير موقع تالي بولس الإخباري الألماني إلى الانتهاك التركي المستمر لقرار مجلس الأمن الدولي القاضي بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا. وبحسب الموقع فأن الملف الليبي ودعم تركيا للميليشيات فاقم عزلة أنقرة في حلف الناتو. عاد نشطاء أتراك نشر تغريدات وأراء المذيع التركي الموالي لأردوغان حاجي ياكشقلي الذي توقع فيها خسارة حزب الشعب الجمهوري في الانتخابات. وقال الناشطون إن جميع توقعات ياكشقلي لم تتحقق في أرض الواقع، حيث مني حزب أردوغان بخسارة قاسية في عدد كبير من الولايات، وفاز حزب الشعب الجمهوري المعارض بولايات رئيسية مثل إسطنبول وإزمير وغيرها. اتهمت وسائل أعلام روسية أردوغان بتسريب تكنولوجيا منظومة S-400 الدفاعية مقابل قرض بعشرة مليارات دولار من الولايات المتحدة. وقال زعيم المعارضة التركية كمال كليكجار أغلو أن أردوغان وحكومته لم تستطع نفي هذه التقارير، كما لم توضح أسباب عدم تفعيل منظومة S-400 حتى اليوم بالرغم من تركيبها في شهر إبريل الماضي بذريعة فيروس كورونا. وأضاف أغلو أن اتهامات وسائل الإعلام الروسية بشأن منظومة S-400 خطيرة وتستدعي الرد. صادقت المحكمة العليا التركية على أحكام بالسجن صادرة بحق 17 صحفيا يواجهون تهمة الانتماء لجماعة إرهابية. وبحسب تقارير تركية فإن أغلب هؤلاء الصحفيين من العاملين في صحيفة زمان التي صدرتها السلطات في تركيا قبل شهور من مسرحية الانقلاب. هددت المفوضية الأوروبية بفرض رسوم على واردات الصلب التركي في أحدث إشارة إلى مخاوف شركات الصلب الأوروبية من تأثيرات واردات الصلب الرخيصة. وفتحت المفوضية الأوروبية تحقيقا لمعرفة ما إذا كانت صادرات الصلب التركي إلى أسواق الاتحاد الأوروبي تنطوي على ممارسات إغراق ومدى الضرر الواقع على قطاع الصناعة الأوروبية. تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا من وزير الشؤون الخارجية والأوروبية بجمهورية مالطا إيفاريست بارتولو. وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ أن شكري بحث هاتفيا مستجدات الأزمة في ليبيا، حيث تم التأكيد على أهمية تكثيف الاتحاد الأوروبي لجهوده واتخاذ إجراءات فعالة لوقف التدخلات الأجنبية والقضاء على التنظيمات الإرهابية والتصدي للأطراف الداعمة لها، وذلك تجنبا للتداعيات السلبية الخطيرة على أمن واستقرار ليبيا ومنطقة شرق المتوسط. أكد السفير دكتور بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية على تضامن مصر الكامل مع إسبانيا حكومة وشعبا اتصالا بأزمة فيروس كورونا. جاء ذلك على هامش جولة المشاورات السياسية الافتراضية بين مصر وإسبانيا عبر الفيديو كونفرنس لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وإسبانيا على المستوى السياسي والاقتصادي، حيث حرص الجانب الإسباني على التعرف على الرؤية المصرية لمجمل الأوضاع في الشرق الأوسط وتطورات القضية الفلسطينية،
فضلا عن تطورات مشروع سد النهضة. ومن جانبه أكد السفير محمد أبو بكر مساعد وزير الخارجية لشؤون ليبيا على ثوابت الموقف المصري من الأزمة في ليبيا، وعرض للدور التركي السلبي في ليبيا وقيامها بإمداد الميليشيات في ليبيا بالمزيد من الأسلحة ونقل المزيد من الإرهابيين من سوريا، مما يمثل عنصر رئيسيا لعدم الاستقرار وتهديد الأمن في المنطقة ويهدد مخرجات عملية برلين. أطلقت المنظمة العالمية لخريج الأزهر أول تجربة لتدريب الأئمة والوعاظ عبر الإنترنت تماشياً مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد-19. وجاءت الدورة الأولى لعدد 40 إماماً وداعية من دولة إندونيسيا تحت عنوان مواجهة الفكر المتطرف المنطلقات والأساليب، حيث يحاضر بالدورة التي تستمر لمدة شهر عدد من كبار علماء الأزهر وأساتذته. يأتي ذلك في إطار جهود المنظمة لمكافحة التطرف والإرهاب ولتجفيف المنابع الفكرية لجماعة الظلام. أكدت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز للمصريين المقيمين بالخارج أن يرسلوا زكاة المال والفطر إلى مصر، وأشارت الدار إلى أنها ترى في ذلك أفضلية وأولوية في هذه المرحلة التي تحتاجها البلاد إلى الإنفاق على مصارف الزكاة وكفاية المحتاجين في مصر أولى بمساعدة مواطنيها وأبنائها. وأوضحت أن إرسال المصريين بالخارج زكاتهم لبلادهم مساهمة فعالة في تنمية الوطن وتقويته وإنعاش اقتصاده. تحتفل مصر اليوم بالذكرى 56 لتحويل مجرى نهر النيل وبدء تخزين المياه خلف السد العالي، الذي يعد أحد المشروعات الهندسية التي يمكن وضعها ضمن ما أنجزته البشرية في القرن العشرين، حيث تجاوزت أهميته القيمة الاقتصادية المباشرة من تشييده. المزيد في سياق التقرير التالي. نقطة تحول جديدة في تاريخ مصر سطرها أبناء الوطن منذ 56 عاما، ففي الرابع عشر من مايو عام 1964 وعلى مدار 3 أيام بدأ تحويل مجرى نهر النيل وتخزين المياه خلف السد العالي بعد انتهاء المرحلة الأولى من إنشائه. قدر جديد حمى البلاد من خطر الفيضانات أو الجفاف أحيانا، ووفر مليارات الأمتار من المياه المهدرة عند المصب في البحر الأبيض المتوسط. في مثل هذا اليوم كانت لحظة وقف فيها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بجانب رئيس وزراء الاتحاد السوفيتي فخورا بما أنجزته السواعد المصرية والتي كتبت فصلا جديدا في مستقبل مصر. وبعد حوالي 3 سنوات وفي عام 1967 انطلقت الشرارة الأولى من محطة كهرباء السد العالي، يعقبها بعد 7 سنوات افتتاح السد. مشروعات عديدة على نهر النيل أقامها المصريون منذ عقود للتحكم في إيراد النهر المتغير والذي كان يصل أحياناً لحد الفيضان وأحياناً أخرى لحد الجفاف، لكنها جميعاً كانت علاجات جزئية حتى جاءت فكرة إنشاء سد ضخم يخزن المياه في السنوات ذات الإيراد العالي لاستخدامها في السنوات ذات الإيراد المنخفض، ليصبح السد العالي هو أول مشروع للتخزين المستمر على مستوى دول الحوض يتم تنفيذه داخل الحدود المصرية. أكد وزير الإسكان عاصم الجزار دعم ومساندة الوزارة للمستثمرين والمطورين العقاريين من أجل تنفيذ المشروعات التجارية والخدمية والاستثمارية المختلفة بالمدن الجديدة. وخلال لقائه مع مجموعة من المستثمرين والمطورين العقاريين لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعهم التجاري الخدمي بمدينة العاشر من رمضان، استعرض المستثمرون الموقف التنفيذي للمشروع الذي سيخدم سكان نحو 8 محافظات، كما سيوفر العديد من فرص العمل. أكد وزير الإسكان عاصم الجزار أن الوزارة تقدم كل الدعم والمساندة لمحافظة جنوب سيناء ولا تدخر جهدا في تنفيذ جميع المشروعات التي تحقق التنمية وتخدم أهالي المحافظة. وخلال عقده اجتماعا مع محافظ جنوب سيناء لواء خالد فودة، بحث الجانبان الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والإسكان ومشروعات الجهاز المركزي للتعمير، بالإضافة إلى مشروعات التخطيط العمراني وتطوير المناطق غير الآمنة بالمحافظة.
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%. وقال البنك في بيان له أن المؤشرات الأولية أظهرت تحسن عام في النشاط الاقتصادي في المتوسط خلال شهري يناير وفبراير 2020 قبل أن تعكس تباطؤ خلال شهري مارس وإبريل 2020. بدأت اليوم لجان الفحص المشتركة بين وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان وغرفة المنشآت الفندقية وممثلين من المحافظات السياحية المعنية بأعمال التفتيش على الفنادق الموجودة بالمدن السياحية التي تشمل البحر الأحمر، جنوب سيناء والأقصر وأسوان، وذلك للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الزائرين المصريين. وقالت وزارة السياحة إن هذه اللجان سوف تقوم بالتأكد من مدى التزام الفنادق بتطبيق ضوابط السلامة الصحية التي اعتمدها مجلس الوزراء، وذلك وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ما يسمح لها بالحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة لاستقبال النزلاء المصريين بنسبة إشغال 25% من الطاقة الاستيعابية لها. قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد إن تأكيد وكالة مودز على تصنيف مصر مع المتوقع عند بي2 والمستقبلي المستقر يعكس الثقة في الإجراءات الاقتصادية التي أقرتها مصر في مواجهة تداعيات أزمة كورونا. وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن تأكيد مودز يأتي متسقا مع تثبيت مؤسسات التصنيف الائتمانية العالمية الأخرى نتيجة توفر السيولة وقوة المراكز الخارجية التي تؤكد ثقة مؤسسات التصنيف الدولية في قدرة الحكومة المصرية على خدمة ديونها. وأكدت أن تثبيت التصنيف السيادي يعد أمرا مهما للغاية في ظل الاضطراب الاقتصادي والمالي الذي يعاني منه العالم حاليا. أكد وزير المالية محمد معيط أن مصر تسعى للحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن في ظل جائحة كورونا من خلال العمل على صون مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بما يسهم في استمرار ما تحقق من نتائج إيجابية حظيت بإشادة المؤسسات الدولية. وقال الوزير عقب موافقة صندوق النقد الدولي على المساندة المالية الطارئة للبلاد إن هذه المساندة سوف تساعد الحكومة في تمويل بعض الاحتياجات العاجلة لبعض القطاعات أبرزها القطاع الصحي وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية ومساندة الفئات الأكثر تضررا من هذا الوباء العالمي. وإلى أخبار الطقس، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا طقس حار نهارا على القاهرة والوجه البحري مع نشاط للرياح، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة. نهاية النشرة، والآن إليكم تذكرة بأهم عناوينها. الرئيس السيسي يوجه بإلاء الأولوية لمنظومة الكهرباء في شمال سيناء لتنفيذ مشروعات التنمية.
وزير الدفاع يزور قيادة القوات البحرية ويدشن مدمرة جديدة صنعت بترسانة الإسكندرية. مدبول يوجه بسرعة الانتهاء من خطة التعايش مع كورونا وتتضمن عقوبات لغير الملتزمين. انتهت النشرة الإخبارية، ولمزيد من الأخبار تابعوا دوما موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا لكم مشاهدينا.